قال: جمع في هذا البيت صفات الباري عز وجل السبع، وهو الحي العليم القدير المتكلم السميع البصير المريد، وعبر عن واحد بقوله فرد، والفرد والوتر والواحد سواء. وزعم عباد بن سليمان أنه يقال له واحد ولا يقال له فرد، وذهب بعض الفلاسفة إلى عكس ذلك. ومعنى واحد عند المتكلمين أنه لا ينقسم، وقال آخرون واحد لا مثل له، وقيل معناه لا شريك له في ملكه، وقيل واحد بمعنى ذلك كله. وقال النظام: واحد من طريق العدد، وقوله فاسد. وأهل الحق يقولون: إنه سبحانه حي بحياة، وعالم بعلم، وقدير بقدرة، متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، مريد بإرادة. والمعتزلة يقولون: لم يزل حيا عالما قادرا سميعا بصيرا، وليس له حياة ولا قدرة ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا إرادة. وأما الكلام فقالوا، يعني كأنه يريد أهل الكلام، فقالوا: إن الله تعالى لم يزل غير متكلم ثم خلق. لا، يقصد بالكلام صفة الكلام. هذا الكلام نفسه. نعم، أحسن الله إليك. وأما الكلام فقالوا: إن الله تعالى لم يزل غير متكلم ثم خلق لنفسه كلاما. وأنكر بعضهم أن يقال إنه متكلم، وقالوا: إنما سمع موسى عليه السلام كلام الشجرة. وقال هؤلاء: إن الله تعالى لم يأمر ولم ينهى ولا رغب ولا تكلم ولا أخبر بخبر البتة. فأشار بقوله والكلام له إلى مذهب أهل الحق وقولهم إنه متكلم بكلام. وقوله ما أراد جرى معناه ما شاء الله كان. والخوارج وأكثر المرجئة على ما حكيته من قول المعتزلة. أحسنت. هذا إثبات الصفات السبع مذهب الأشاعرة كما تعرفون، تمام؟ يثبتون سبع صفات، هذه هي: الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والوحدانية. طيب، هذه صفات معاني، يعني قائمة بالذات، لا يمكن أن تتخيل ذات إلا بهذه الصفات، ولذلك أثبتوها هي فقط. ثم فعلوا في بقية الصفات مذهب المعتزلة في النفي. حتى هذه الصفات هم لا يثبتونها على حقيقتها، ولذلك لو أتيت إلى كتبهم تجدهم يعني في بعض الصفات يبعدون. فهم مثلا حينما يقولون متكلم بكلام يقولون لا من جنس الأصوات ولا الحروف، ثم يقولون سميعا بسمع لا بأذن، ثم يقولون بصير ببصر لا برؤية عين. الآن الخلاصة، نحن لا نريد ندخل في موضوعه، الحاصل أنهم يثبتون بعض الصفات ويردون بعضها ويؤولون بعضها، يؤولونها تأويلا شديدا لا يثبتونها على حقيقتها، مثل العجب، بل عجبت ويسخرون في قراءة الأخوان لله تعود، وبل عجبت للرسول صلى الله عليه وسلم، والعجب والضحك والاستواء والنزول، هذه كلها يؤولونها، يثبتون هذه السبع. فهم ظنوا أنهم وقفوا على منهج الحق باعتبار أن المعتزلة ينفون وأهل السنة يثبتون. لفظة أهل السنة كانت في زمن من الأزمنة تطلق على الأشاعرة، لفظة أهل السنة في زمن من الأزمنة كانت تطلق على الأشاعرة لغربة أهل الحق، لغربتهم، كانوا يسمون حشوية ومشبهة ومجسمة. وخذ جميع الألفاظ هذه، الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه. وهذه الآن زمان كان يسموهم حشوية. نعم، فالصحيح أن أتاك خبر عن الله وأتاك خبر عن رسول الله لأن الله متصف بهذه الصفة، أثبتها، تقول الله متصف بهذه الصفة. هم لماذا لجأوا للتأويل؟ هل هم قصدهم كفر بالله مثلا؟ حاشاهم، هم مؤمنون، هم قصدوا تنزيه الله. كيف؟ يقولون إذا قلت الله يسمع يستلزم أشياء، ما هي؟ قال يستلزم جارحة سمع ويستلزم إيه ويستلزم ويستلزم،
فأنت تشبه الله بخلقه والله لا يشبه خلقه. طيب كيف نعمل؟ نحن نقول سميع بلا أذن، بصير بلا عين. الآن هل الصفات، هل الأصل في الصفات حينما يتكلم عنها القرآن، مذهب القرآن، النفي أو الإثبات؟ الاثنين. لكن منهج القرآن الإثبات التفصيلي والنهي الإجمالي، ليس كمثله شيء. هذا إجمال ولا تفصيل؟ إجمال. احنا ما نفصل نقول لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا امام، لا نفصل. هذا ما ورد به القرآن، القرآن لم يرد بهذا. القرآن ورد بالنفي الإجمالي والإثبات التفصيلي، سميع بصير عليم قدير. هم سبحان الله من اللوثة التي أتت عليهم من علم الكلام عكسوا المسألة، فأصبحوا يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، فيقولون لا يشبه خلقه لكنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا كلام. متى نشأ هذا الخلاف؟ نشأ حينما قرأت وترجمت كتب غير المسلمين إلى الإسلام، ودخل علم الكلام وبدأ يرى بعض الناس ويتفلسفون كذا، فنشأ هذا، فاحتاج العلماء إلى الرد عليهم فردوا عليهم. أهل الأشاعرة، أئمة عظام، إخوة من الأشاعرة، النووي، ابن حجر، يعني لهم هذه كانت مصيبة منتشرة لعامة المتصدرين كما أخبرتكم، حتى أنهم كانوا يطلق عليهم هم أهل السنة. وابن تيمية يقول الأشاعرة في البلد التي لا يوجد فيها إلا معتزلة وخوارج وغيرهم هم أهل السنة، وهذا من الإنصاف، وهذا من الإنصاف، صح؟ لكن إن كان أهل السنة الحقيقيون الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه ويكون عنه ما نفاه عن نفسه، هذا هو. يا أخي نحن لا نشد، حينما نقول لله يد، ليش؟ لماذا يذهب ذهنك إلى اليد الجارحة؟ يقول لأنه لا يوجد في الذهن إلا هذا. لا، أنت مخطئ. الجرادة لها يد، كيف يد الجرادة؟ عزكم الله، الحيوانات لها أيدي ولا ما لها أيدي؟ لها أيدي مثلنا؟ طيب إذا كان في المخلوقات عددت ونوعت مع اتفاق التسمية، فلماذا لا تثبت لله سبحانه وتعالى بغير كيف، بغير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل نعم ولا تشبيه؟ أثبت له. هو يقول عن نفسه سميع بصير، ويقول عن نفسه أنه يعجب، ويقول عن نفسه أنه يضحك، ويقول عن نفسه أنه يحب، ويقول عن نفسه أنه، أثبت له ما أثبته لنفسه بالطريقة التي أثبتها لنفسه، وقف عند تأويلها لا تؤول. لهم تأويل ونحن نحبهم ونتولاهم، أفهم الذي ترمي إليه أنهم لا يسمون أشاعرة بإطلاق باعتبار أنهم نعم أول بعض الصفات. الشوكاني نفس القضية، ألف بعض أول بعض الصفات، لكن فعلا هم من أهل السنة، حتى لو كان وقعوا في بعض الصفات وتجاوزوا فيها كلام أهل السنة، لكن لا بأس. نعم، منسوبين إلى أبي الحسن الأشعري، رجل اسمه أبي الحسن الأشعري، ما أدري فين كان، أين كان أبو الحسن، أحد يعرف؟ رجل كان ذكي ومقدم فاتبعوه الناس، وكان له كلام عجيب. طبعا أبو الحسن الأشعري في آخر عمره ألف مقالات الإسلاميين ونفى كل المذهب السابق الذي كان يقول به، ورجع إلى مذهب أهل السنة. وأولئك ثابتين على هذه التسمية، هي تسمية فقط نسبة إلى رجل. نعم يا أخي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال الإمام الشاطبي: أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا. أعد. أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا. نعم، بالإسكان في وهو للوزن. نعم، أحسن الله. قال: الله سبحانه أهل الحمد ومستحقه، لأنه المنعم بجميع النعم. والاعتماد الاتكال، وأصل ذلك الاتكاء، تقول اعتمد على كذا أي اتكأ عليه. والاعتصام طلب حفظ الله ومنعه من الشيطان والزلة،
والمعصية، وكل شيء يراد الحفظ منه والانتصار طلب النصر. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندى عطرا. قال: الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لفظه الخبر، ومعناه الدعاء، والمعنى اللهم صل على محمد، والصلاة الدعاء في الأصل، كما قال: وقد دعت له ابنته بقولها: يا رب جنب أبي أو صاب الوجع عليك مثل الذي. لا لا لا، كيف؟ يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. والوجع أحسن الله. لو تقرأ الشطر اللي في الحاشية تقول: بنتي وقد قربت مرتحلي. نعم، وصدر البيت الأول: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتنضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. يعني هو يشرح أن الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، فهو يدعو، ويستدل عليه بقول العرب أنهم يقصدون بالصلاة. هذا المعنى اللغوي للكلمة، المعنى اللغوي لكلمة الصلاة الدعاء، والمعنى الشرعي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المفتتحة بالتسليم. نعم، أحسن الله إليك. ومعنى اللهم صل على محمد: اللهم ارحمه، إذ الصلاة من الله تعالى رحمته، والصلاة من العبد دعاؤه على الأصل، وإنما كانت الصلاة من الله سبحانه رحمته، لأن الداعي إنما يبعثه على الدعاء رحمة المدعو له، فقيل اللهم صل على محمد أي ارحمه كما يرحم المصلي من يصلي عليه. وقوله تندى ندى عطرا أي تبتل بللا طيب الرائحة، والعطر هو الطيب، والعطر الذي يفوح منه العطر، ويقال ندى الشيء يندى أي إذا ابتل، والندى المطر والبلل. قال الشاعر: كثور العذاب الفرد يضربه الندى، تعالى الندى في متنه وتحذرا. العذاب بالدال المهملة المستدق من الرمل، والندى الأول في البيت المطر، والثاني الشح. والأشياع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال ذر الرمة أحسن الله إليكم، وقال ذو الرمة: استحدث الركب عن أشياعهم خبرا، أم راجع القلب من أطرابه طربوا، يعني عن أصحابهم. والأشياع أيضا الأنصار، يقال شايعه كما يقال والاه. مسألة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد بها النص القرآني: إن الله وملائكته صلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ورد به النص. هل يدخل الآن؟ هل نقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعضهم يفعلها، وبعضهم يقول ما ورد، والمسألة تحتاج إلى توسع في البحث وزيادة، لكن يبقى فيها الكلام. نعم نعم معنى الصلاة من الله فيها كلام طويل، الغالب أن يسمونها الرحمة. نعم، هذا في الطويل، اللهم صل على محمد، الصلاة الإبراهيمية هذا. طيب إذا جيت تقول قال النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقوله هذا في موضعه. نعم، نحن نسلم في موضعه، لكن في غير موضعه لا ننفي، لا ننفي، لكن نقول فقط نريد استئناس. أين هو؟ في تفسير الآية. نعم صحيح، لا ننازع في هذا، محل النزاع هو في الآية. ما معنى الآية؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل قصد بها الصلاة الإبراهيمية؟ إن قصد بها الصلاة الإبراهيمية سلم، لكن ولا بس، ما يعني هم على خير إن شاء الله. نعم، أحسن الله وإليك. قال الإمام الشاطبي رحمه الله:
وبعد فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا. قال الإمام الصحوي: لا يتم للعبد أمر يحاوله إلا بمعونة الله تعالى، ولذلك قال العباد: كما علموا إياك نعبد وإياك نستعين. وقال بعضهم: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. والسبب الحبل، والسبب كل شيء يتوصل به إلى الشيء أو إلى شيء. فناظم الشعر رحمه الله طلب إعانة الله تعالى في تحصيل سبب يتوصل بهدايته إلى طريق الخط المرسوم في المصاحف الأئمة. ومختصرا، حال من الضمير في يهدي، ولا يكون حالا من المرسوم، لأن المرسوم محدود لا يصح تطويله ولا اختصاره، وإنما الاختصار والإطالة في الطريق الموصلة أو الموصلة إليه. السنن الطريق، ويقال سنن بضم السين وسنن بضم السين والنون. وقوله فالمستعان، الفاء فيه زائدة، والدليل على زيادة الفاء قوله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. طلب العون من الله سبحانه وتعالى واجب للإنسان، إنسان ليس له حول ليس له قوة. ولذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذا البيت، ومعناه أنه يطلب العون من الله سبحانه وتعالى في طريق يهديه إلى أن يجمع مختصر في هجاء المصاحف أو في رسم المصاحف. نعم، أحسن الله إليك. هذا يسموه نثر البيت. نثر البيت أن تأتي بمعنى البيت لكن بألفاظ مختلفة مختصرة، تريد فقط معنى البيت سريعا. نعم، وهذه كلها مقدمات، نحن لم ندخل في العلم، ولذلك ماذا نقول فيها؟ نعم، بارك الله. قال الناظم رحمه الله: علق علاقته أولى العلائق إذ خير القرون أقاموا أصله وزرى. نعم، رأيت بعضهم ينظر إليك وأنت تقرأها. لا، علق علاقته وليس علائقه، هذا ما هو صحيح أخي. نعم، منظومة التي حققها الشيخ الدكتور أيمن، نعم، أثبت فيها علائقه، لكن في الحقيقة رجعت إلى مخطوطات لهذه المنظومة فلم أجد هذه اللفظة، وإنما وجدنا علاقته، وسيأتي التصريح بها لفظا عند الشارح فيما نستقبل إن شاء الله تعالى، ولا بأس، لكن يعني لا يغير، هذا مش لا يغير لفظ الناظم أبدا، لا يغير، يؤتى به ثم ينبه أن هذا خطأ، مثل ما نفعل في الشاطبية في أبيات الإمام الشاطبي ذكر بعض الأوجه التي يعني. ومع ذلك أبو شامة في شرحه كان يقول: ولو قال كذا كان أحسن وكذا. لكن هل أخذ الناس بيت أبي شامة الذي وضعه واستبدلوه ببيت الشاطبي؟ لا. لماذا؟ هذا قوله يا أخي. أنت حينما تقول قال فلان ثم تأتي بقولك أنت أو تصحيحك أنت، هذا ما هو صحيح. ولذلك يحذر الإنسان في تحقيق المخطوطات أن يذكر القول كما هو. لا تتدخل، لا تتدخل، عندك الحاشية تصرف كما تشاء في الحاشية، النص أثبته كما وجدته، إن اختلفت النسخ، إن كنت تعتمد نسخة معينة هي الأصل أثبتها، وإن كنت منهج مخلوط يعني مختار هكذا لا بأس، قل وجهه في النسخة كذا كذا وفي النسخة كذا كذا وفي النسخة كذا كذا وأثبت الألفاظ كلها التي وردت، لكن البيت علق علاقته. نعم، أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله: العلق هو الشيء النفيس، والجمع أعلاق، ويقولون هذا علق مضنة، أي يضن به ولا يسمح بمثله. أي يضن به ولا يسمح بمثله. وإن استقبح هذا قوم فناء على العلماء من اصطلاح السفهاء. وقد قال بعض العلماء، لحظة، هذه تحتاج إلى تبيين. نعم، قال إيه؟ فما على العلماء، وإن استقبح هذا قوم فما على العلماء من اصطلاح السفهاء. فهمت مقصوده ولا نشرح؟ فهمته. في بعض الأحيان تكون ألفاظ معينة في بيئة معينة معناها عادي،
لكن في بيئة ثانية معناها إيش؟ قبيح جدا. والأمثلة لا نحن نذكر لها، لا يصح بمثل هذه المجالس أن تذكر، لكن واضح أنت تجد أنه يعني الذي يتنقل بين مجتمعات يعرف هذا، لكن اللي ما يتنقل هو لا يعرف إيش ما إيش يقصد. فالرجل يقول أن بعضهم عندهم اصطلاح معين لهذا اللفظ، اصطلاح قبيح، قال ما يهمنا لا يضرنا، هذه لفظة لها معنى ويستخدمها العلماء وكذا. نعم. مثل مزامير قد وردت في الحديث على صفة المدح، ألم ترد على صفة المدح؟ أي مع أن المزامير محرم، أو مع يعني قريبة قليلا هي ليست. ها نعم نعم. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: وقد قال بعض العلماء أنا العلق الذي لا عيب فيه سوى بلدي وإني غير طاري. وقال الله عز وجل يعني هذا مثل أنه لا يهتم بالعالم في بلده، فهو في بلده من جملة الناس، لكن في غير بلده يعني الشافعي قصيدة طويلة في هذا. ها نعم. وهو يقول ان مفارقة والقول والسهم لولا فراق القوس لم يصبي، والارض لو جامدة لمن لها الناس من عرب ومن عجم. يعني يقول ترحل ترحل ترحل، اذا قومك لم يقدروك ولم يروا فيك شيئا فترحل. وهو رضوان الله عليه ترحل كثيرا، كان في الحجاز ثم انتقل الى اليمن، ثم رجع من اليمن الى العراق، ثم استقر اخيرا في مصر. نعم. أحسن الله إليك. وقال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وإن كان النساء اليوم إذا سمعنا ذلك أنكرنه. هو يستدل على بعض المصطلحات التي يكون لها في وقت في زمن أو في مكان معنى غير لطيف، فإذا جاء من بعده يقول كيف يعني هذه هذا ما يجي. مثلا أرأيت لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال أن يبايعنه ولا يزنين، فاستغربنا بشدة كيف تزني الحرة. فوصلنا إلى زمن نسأل الله العافية والسلام يعني. فنعم نعم، ربما لا يكون في زمنه لا دلالة واضحة مهنية، لكن سيتحقق على أناس آخرين. نعم. أحسن الله عليكم. ومن أبيات المعاني: وسلمى لعمر الله علق مظنة، ولكنها برح على المتأهل، وإنما كانت برحا على المتأهل لأنها عجوز. ويدل على ذلك قوله بعده: ولما رأيت الأقحوان منورا ولم أر تنوما تذكرت منزلي. يصفها، هو يصف المرأة هذه، فالأقحوان هذا منور يعني الشعر مبيض، اللي يقرأ يقول والله بيت حلو، لا ما هو حلو في الحقيقة. ويقول لما رأيت الأقحوان منورا يعني شفت شعرها أبيض، ها؟ ولم أرى النوم تذكرت منزلي، يعني تذكرت أهلي. نعم. أحسن الله عليك. والأقحوان أراد به شيبها. أحسن الله. نعم. والأقحوان أراد به شيبها. والتنوم نبت يسود كله. أحسن الله عليكم. نبت يسود كله يشبه به الشعر. يشبه به الشعر. أحسن الله. نعم. يعني شيء أسود. نعم. ومنزله امرأته الأولى. والعلاقة الهوى والحب كما قال: وبي علاقة حب ليس يعلمها إلا الذي خلق الإنسان من علق. ولذلك في مسألة العلاقة هذه مرتبة من مراتب الحب كما ذكرها ابن حازم وغيره، يذكرون الحب مراحل، كل من اجتاز مرحلة دخل في مرحلته. والحب أنواع، يعني في حب للأب والأم، وحب لأخي في الله، وحب لبيت الله، وحب للكتب مثلا، صح ولا لا؟
وحب لأكلة معينة، هل هذه كلها متساوية؟ لا. وحب لله، ما المنهي عنها؟ المنهي عنها الحب الذي تصرف فيه شيء يستحقه الله إلى غير الله، مثل كثرة الذكر للمحبوب والاستئناس به. يعني إذا ذكر حبيبه انشرح واستأنس وانبسط وتكلم و... يعني نسأل الله العافية والسلامة، هذا وإن غاب عنه ضجر وتألم وكذا، يعني ينتبه الإنسان في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم وأن يجعل حبنا له سبحانه وتعالى. وهذا بلاء، هذا بلاء يصيب الإنسان لا يستطيع دفعه بعد ذلك، لكن في الابتداء يستطيع دفعه. ما سببه؟ سبب النظر، سببه النظر إلى النساء. لنقل مثلا حب النساء هو أخطر حب، سببه النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا طريق يا أخي. لو عينك هذه فجأة رأيت شيئا لا بأس، غض طرفك وامشي في طريق آخر. لكن إن كررت، إن كررت يبدأ الوساوس وتبدأ هذا ويدخل في قلبك ما لا تستطيع دفعه. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولذلك تدخل في، يعني نسأل الله العافية والسلام، هذا قمة الحب الذي يقولون به أنه يصل. حتى أنهم كانوا يتراسلون في بعض، في فترات من الفترات الأحباب مع بعضهم، أنا أعبدك، استغفر الله، تعرف أين، يعني إلى أين يصل؟ يصل إلى درجة المسألة التوله الشديد الشديد، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويلتزم بأوامر الله يدفع الله عنه، ولا يجعل الأمر يعني أنا يعني هذا النظر لا يضرني، أنا رجل أعرف الله وأعرف، لا يا أخي لا، قد أمرك الله بأمر فالتزم أمره، هذا حب الله. نعم. ها أجرى سيأتي شرح في الحقيقة. أنا رجعت إلى 5 أو 6 مخطوطات المنظومة، لم أجد أحد يقول على إخوة. ثم إن الشارح سيأتي تصريحه باللفظ، سيأتي معنا، قال والعامل فيه علاقته، فيكون التقدير علاقته أولى العلاقة. وما يجي واحد يقول لي هي مشتبهة في الرسم، لا ما هي مشتبهة، علاقه العين واللام ألف هذه مشتبهة صح ولا لا؟ لكن هنا قافية وذيك هي قاف، فما يشتبه، في تفريق في فرق. قال قد يشتبه في الخط يعني. نعم. لا بأس، هذان مصدران مطبوعان، لاحظ معي، مصدران ومطبوعان. لو أنهما مخطوطان، يعني ميزة المخطوط المتقدم ماذا؟ ميزة المخطوط المتقدم أنه متى أتى في لفظة خلاف فيها، يعني جوزنا، يصلح نقول مع الكراهة، جوزنا مع الكراهة اللفظان. لكن إن لم تأتي المخطوطات إلا بلفظ واحد حرمنا أن تأتي باللفظ الآخر، يعني حرمنا التحريم، ليس التحريم الشرعي. المقصود أنه لا نلتزم بما يريد وسيأتي، ليست هذه هي اللفظة الوحيدة التي ستتعبكم، ستأتي ألفاظ. فتحملوا أنكم إذا قرأتم المنظومة المطبوعة ستغيرون بعض الأشياء، ويجب أن تغيروه لأنه الحق. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والعلائق ما يتعلق به، ما يتعلق المرء به من بضاعة ونحوها، تقول هذا علق يعني المرسوم هواه وحبه، والولوع به، والولوع به أولى ما تعلق الإنسان به، لأن خير القرون هم قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاموا أصله، لأنهم أول من كتب القرآن وجعلوه للناس وزرا يرجعون إليه. والوزر الملجأ، وأصله الجبل، ووزر منصوب على الحال أي مشبها وزرا،
أي يعني مشبهة وزراء. ولما قال موسى واجعل لي وزيرا من أهلي يعني مساندا معاضدا يعني أتقوى به. نعم. كلا لا وزر لا ملجأ لا مهرب. نعم. وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون قرني. فإن قيل ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ قلت معناه والله أعلم خير القرون الماضية قرني، ثم الذين يلونهم كذلك خير من القرون الماضية، ثم الذين يلونهم كذلك، فيكون كل قرن من القرون المذكورة في الحديث خيرا من القرون الماضية قبل هذه الأمة. ويؤيد هذا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. جميل، هذا جميل الكلام، لكن المعنى ما غير جميل، لأنه هو الآن ابتعد قليلا بالحديث. أولا ظن تعارضا ما بين الحديثين، فحديث خير القرون قرني يقول كيف نجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، هذا حديث ضعيف أولا، تمام، فلا يستقيم أن نجمع بينهم، سنقدم الصحيح مطلقا. هو يقول أن قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني يعني بالنسبة إلى الأمم السابقة وليس إلى زمنه صلى الله عليه وسلم وما بعده، لكننا نقول لا، الصحيح كما فسره العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني أن القرن الذي فيه صلى الله عليه وسلم أفضل القرون على الإطلاق، ومن بعده وما بعده والقرن الذي بعده أفضل ما من سيأتي، أفضل ممن سيأتي بعده، لكنه ليس أفضل من العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بالترتيب. ولذلك دائما نحن نحب إذا نازعنا في أمر كذا أن نأخذ من الكتاب، فإن لم نجد فمن السنة، فإن لم نجد فمن الصحابة، فإن لم نجد فمن التابعين، هكذا هكذا. أما قوله أمتي كالمطر لا يدرى خير، هذا يعني أولا نصحح ثم نناقش الجمع، لكن لو قيل فإن صح الحديث واستطاع أن يجمع له طرقه ها ورقاه إلى منزلة الحسن، فيزال عندنا الحديث الصحيح مقدم على الحديث الحسن. نعم. نعم لا بس أحسن جزاك الله خير. ها إيش هو؟ يقول يعني إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها في الخيرية سواء، يعني عهد الصحابة تمام وعهدنا هذا تمام، عهدنا هذا مثل عهد الصحابة في الخيرية ونحن قلنا خطأ، عهد الصحابة أفضل من عهدنا، صح؟ هذا هو الذي يقصده. وإياك وفقك الله. نعم. أحسن الله إليكم. وإن قلنا إن معنى الحديث خير القرون من هذه الأمة في قرني كما روي خير أمتي القرن الذي أنا منهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره في سعة الحال وكثرة الأموال واتساع الأرزاق، فإن الله تعالى فتح عليهم في الأول أقطار الأرض وأباحهم أموال الأمم وساكنهم ونساءهم وملكهم رقابهم، وكذلك في آخر الأمر تتسع البركات وتتضاعف الخيرات كما ورد في الحديث عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. وهذا إنصاف منه رضوان الله عليه. شوف أهل العلم يا أخي، نعم قدم قوله، قدمه ثم أتى بالكلام الحق بعده. ليه؟ لأن في بعض الأحاديث لا يمكن أن تجتمع مع حديث أمتي كالمطر، لأن فيها تنصيص على الخيرية المتتابعة، فالعدل أنه يقول يذكر التوجيهان ويذكر الاثنان، فيقول إذن يكون للحديث تأويل آخر، مدام نعارضهم لا نعارض، نجعل لهذا معنى ولهذا معنى. وهذا دائما في الأحاديث التي تجد فيها أو قد تتوهم فيها تعارض، اجعل هذا كذا واجعل هذا كذا، لا تبطنهم، أعملهم. الإعمال أولى من الإهمال، إعمال النصوص أولى من إهمالها، فتعملهم كلهم. فيقول خير القرون قرني، نعم على الترتيب الذي يعرف أن هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، ويكون معنى حديث أمتك المطر في ساعة الحال والرزق وكذا، ويستشهد له. نحن نعاني الآن لبعض الباحثين الآن نعاني من إشكالية أنه إذا جاء في مسألة فيها أقوال كثير لا يختار إلا قولا واحدا ويدندن عليه،
ذهابا وإيابا، ويجمع أقوال العلماء كلهم. قارئ كلامه مبتدئا إيش يقول؟ يقول لا خلاف في المسألة، صح ولا لا؟ بينما لو عاد إلى الأصول من الكتب التي ذكر منها هذا الرجل لوجد الخلاف شاسع. للأسف نحن نريد أن نثبت أفكارنا باسم العلم، فنجمع هذه المسألة حرام ولا هذه المسألة حلال، قال فلان قال فلان، ويجمع أقوال العلماء يجمع. وليس فيه إنصاف وليس فيه عدل. الإنصاف والعدل فيه كباحث، أنك متى ما قرأت نصا يؤيد ما قلته ثم وجدت أن المؤلف هذا ذكر قولا آخر، الحق أن تقول له قولان في المسألة. نعم تقول القول المقدم عنده كذا وذكر قولا بكذا، ولا أرتضي هذا، قل لا أرتضي، ما في عندنا إشكال، وهات أدلة لما لا ترتضي، لكن أنت تغطي المسألة وتنتهي، لا هذا ما هو صحيح. مثل ترتيب السور، أسماء السور، خلينا في ترتيب السور أوضح جدا. ترتيب السور في المصحف توقيفي أم اجتهادي؟ بعضهم أجدهم يقول توقيفي ولا خلاف في ذلك، وقد قال فلان وقد ذكر فلان، وهذا هو المصحف الذي كان عليه القديمين القدماء والمتأخرين، ثم يمشي ويستدل بأقوال العلماء. طيب أنت استدللت بأقوال العلماء مثل السيوطي وغيره، ذكروا في المسألة ثلاثة أقوال، لما لا تناقش الأقوال الأخرى؟ يقول أنا لا أرتضيها. طيب يا أخي بين لي إن في قول وأنت لا ترتضيه والسبب كذا كذا كذا، لا تعمي علي المسألة. هذه يعني مسألة ما أريد أستخدم ألفاظ، لكن يعني العدل والإنصاف والخوف من الله والأمانة تقتضي أنك إن وجدت قولا يخالف القول الذي تذهب إليه من مصدر اعتمدته أن تذكر هذا القول، ثم تقول أن هذا غير مرضي عند العلماء والسبب فلان رد عليه ولا هو مردود عليه بكذا وكذا وكذا. إن عجبني قولك أخذت به، لم يعجبني قولك تركته. في علم العدل هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ يعني كل واحد سيأخذ القول الذي يأنس به. فتحقق المسألة بمعنى عد إلى المصادر واذكر جميع الأقوال فيها. وقد ذكرت في مقدمة تحقيقي لكتاب حسن المدن ذكرت أن هذا له ثلاثة أقوال بعضهم، وسنأتي إليه في شرح الناظم، شرح الناظم يتحل ظنني هذا البيت. قال رحمه الله: وقوله إذ خير القرون أقاموا، إذ ظرف لما مضى من الزمان، والعامل فيه علاقته، فيكون التقدير علاقته أولى العلائق إذ أقام خير القرون أصله وزرع، ويضاف إذ إلى الجملتين الإسمية والفعلية، نحو جئت إذ زيد قائم، وإذ قام زيد، وإذ زيد يقوم. فأما إذ زيد قام فمستقبح، لأنهم لا يفصلون بينها وبين الفعل الماضي، فإن قلت فقد فصل ناظم القصيدة رحمه الله بينها وبينه في قوله إذ خير القرون أقاموا، قلت جوز ذلك ضرورة الوزن. واضح المسألة، إذ تدخل على ماذا؟ على الماضي أو على المضارع؟ كره أن تدخل على الماضي، قال فالناظم فعل فأدخلها على الماضي، قيل هذا نظم، والنظم يعني يسمح فيه ما لا يسمح في النثر، النثر أنت متحكم فيه، النظم لست متحكما. حسبه انتقل إلى طيب نبدأ بأسئلة متعلقة بعلم العدد الذي سنأخذه الآن. هل عدد الآيات في كل سورة توقيفي أم اجتهاد؟ وإن كان توقيفيا فلماذا الخلاف عند علماء العدد؟ وإن كان اجتهاد فهذا يسبب اختلاف، كتبها اختلاف طيب ما هي إشكال؟ والله أرد عليك بسؤال. نعم إن شاء الله، بس ما جهزوا نسخ، فإن شاء الله إن جهزوها وزعوها. وإياك يا أخي، يعني هو يقول أنه كيف يكون، هل هو توقيفي؟ فنقول نعم توقيفي. طيب الخلاف هذا مشكل الآن، كيف توقيفي وفي خلاف؟ طيب يا أخي القراءات، أنت بتقرأ على رواية واحدة ولا تقرأ على عدة روايات؟ تقول أقرأ على عدة روايات، طيب ما هذا أيضا في خلاف، فكيف يصح فيه التوقيفي؟ ما يا أخي التنوع ليس فيه، التنوع ليس مانعا،
قد ورد التنوع في الأقوال من السنة النبوية وقد ورد التنوع في الأقوال في السنة النبوية. أما التنوع في الأقوال في السنة النبوية فدعاء الاستفتاح كم صيغة؟ الحمد لله. طيب هل نقول مدام ورد الاختلاف إذا نلغي الجميع إذا ليس توقيفيا؟ لا، ما هذا بالنسبة للأقوال. في الأفعال صلاة الخوف كم صيغة لها؟ كان في ويعني ابن القيم ذكر أربع اللي هي التظاهر أربع. فهل نقول مدام في خلاف إذا هذا ما هو صحيح؟ لا، ليس وجود ورود الخلاف في مسألة دليل إنها هذا للتنوع. يسموه اختلاف ليس تضاد، اختلاف تنوع. الاختلاف نوعان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف التضاد أن لا يمكن الجمع بين الاثنين، أن يكون أبيض أو أسود. لكن اختلاف التنوع لا، مثل هذا، مرة قل هذا الدعاء ومرة قل هذا الدعاء ومرة قل هذا الدعاء. وافعل أكثر ما كان يفعله النبي، البسملة أقوى مثال في الفاتحة. أكان النبي يسرها أم كان يجهر بها؟ أيوة، أكثر فعله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الإسرار، بل الذي نقله الغالبية العظمى. وقد ورد عنه أنه كان يجهر بها، إذن الجهر أيضا وارد، لكنه إيش؟ وبعضهم ينكر، والصحيح أن يثبت الإثنان، لكن يقال الفعل الصحيح أو الفعل الغالب منه صلى الله عليه وسلم الإسرار. نعم، ممتاز. طيب الأرقام في الأرقام في السنة سندخل فيه، لأنه حين في علم العدد والعدد هو الأرقام، الحمد لله دخلنا مسوغا. الأرقام في السنة لها مدلولها بذاتها بعينها، إلا إن قصد بها التكثير. كيف يقصد بها التكثير؟ ألفاظ العقود، ألفاظ العقود في الغالب يقصد بها التكثير. إن تستغفر لهم 70 مرة، طيب لو استغفر 71 نفس الكلام ولا لا؟ إذن لا يقصد العدد لذاته لأنه من ألفاظ العقود، لكن الألفاظ التي يقصد بذاتها التي تأتي فيها كسور، مثل الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، 46، ما قال 45 ولا قال 46، هذه فيها شيء صح ولا لا؟ يعني الاستغفار أو التسبيح بعد الصلاة أن تقول سبحان الله 33، أن تقول التزم التزم لأنه أراد العدد الإجمالي 100. طيب 46 كيف نجيبها؟ 46 باختصار، كم المدة التي كانت تأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة؟ 6 أشهر، 6 أشهر. ركز، كم مدة بعثة النبي الرسالة؟ 23 سنة. كم شهر في 23 سنة؟ 276 شهر. لو قسمت 276 شهر على 6 يطلع 46. ولذلك انتبه، تتعجل في مسألة الأرقام صعبة؟ واضحة جدا صعبة. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، لذلك بدأ النبي في الحديث الثالث من صحيح البخاري، بدأ النبي، أحاديث عائشة، بدأ النبي بالرؤية الصالحة 6 أشهر ظلت معه الرؤية الصالحة، ومدة رسالة 23 سنة. الستة الأشهر من 23 سنة فعلا هي 46، هو جزء من 46، يعني 276 فيها 46. واضح، سهلة جدا. يعني ممكن نقول شغلان للسنة جزئان، و 23 سنة 46 جزء، واحد على 46 جزء. ممتاز. نعم، 276 هاي صح. نعم، إذن مسألة أنه ورد فيها الخلاف فلا تكون توقيفية، هذا فيه كلام طويل، هذا غير صحيح، غير صحيح. بالنسبة للأشاعرة اعتقادهم هذا يخرجهم، ذكرنا هذا أنه ما يخرجهم. نعم، في العدد قيل أن حديث ضعيف خير القرون، صحيح. لا تؤاخذوني في الألفاظ الصحيحة والألفاظ إذا كانت المقصود بها يعني خير الناس قرني، نعم، وخير القرون قرني. نعم، أحسن الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه.
أما بعد، فقال الإمام عبد الفتاح ابن عبد الغني القاضي رحمه الله تعالى في بشير اليوسي شرح ناظمة الزهري مقدمة الناظم، قال الناظم رحمه الله: بدأت بحمد الله ناظمة الزهري لتجني بعون الله عينا من الزهري. قال رحمه الله: اللغة البدء والابتداء بمعنى يقال بدأت الشيء بكذا وابتدأته به إذا جعلته أولا أولا جعلته أو جعلته أولا. أعطوني نسخة من هذه النسخ التي معك. البشير أم هذه البشير؟ لا ما تعطي نسخة. طيب ننتظرك إذا باقي تذهب ينتظرك إن شاء الله. أخرى نجيب نسخة من البشير شيخنا في شوف ماذا هذا النظم فقط. نعم أنا أريد أشوف ما في نسخ منها أشوف عند الشيخ سريع أقول لك سريع. أنا أخبرتكم في الجلسة الماضية أن طبعات البشير مختلفة، وطبعة التي يقرأ منها الأخ أعرفها وقد قرأت علي وليست جيدة. الجيدة هي طبعة الأزهر، الجيدة هي طبعة الأزهر، ولا نعلم هل هي موجودة أم لا، يعني هل هي موجودة في السوق. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. فلعل إن شاء الله يعني إن استطاع أحدكم أن يتوصل إلى نسخة منها ويصورها أو يرشد إخوانه إليها يكون أولى. نعم. لا صحيح ما كان عم بدل لا حفظ. ادعو يترك لا يحضر شيء يحضر. على كل نفس الكلام الذي يقال في مقدمة الناظمة هو الذي يقال في العقيلة: الابتداء بحمد الله سبحانه وتعالى وطلب العون من الله سبحانه وتعالى وذكر الصفات السبع، هما متكررتان. وهذا أيضا من الإشارات التي تنبئنا أن المؤلف واحد والله أعلم، إلى جانب بعض الإشارات التي ذكرتها لكم في جلسة الماضية. نعم يا أخي. لا بس قال رحمه الله: وناظمة الزهري اسم للقصيدة، وهي في الأصل اسم فاعل من نظم الشيء إذا سلكه في سلك واحد، ويسمى الشعر نظما لأن الشاعر يجمع بين الكلمات المؤتلفة في بيت واحد ثم يؤلف بين البيت وما يليه من أبيات القصيدة الوزن والمعنى والقافية، فكأنه أتى بسلك.